بعد أن ينتهي من الوضوء يسن له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بس. وإن زاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بأس. ولكن ثابت صحيح مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوله بعد انتهاء من الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذه الكلمة، الجملة هذه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر. فلذلك الإنسان كما قلت في البداية يحرص أن يتوضأ لكل صلاة حتى يدعو بهذا، غير قضية خروج الذنوب، حتى يدعو بهذا الدعاء حتى تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فنحرص جميعا حقيقة على أداء الوضوء الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم.